والفرحة زي ما احنا شايفين كده بتكسو الوجوه. ودكتور مجدي أبو فريخة أبو كل لاعبات السلة، وبجواره المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، والكابتن عمرو مصلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والمهندس خالد القوصي، والكابتن محمد فتحي أعضاء مجلس الإدارة، والكابتن رحاب الغنام عضو مجلس الإدارة وأحد نجمات وكابتن النادي الأهلي في جيله الذهبي، واللي كرمت من يومين من البال لدورها في 3 على 3. دايما أبناء النادي الأهلي مشرفينا كده في كل المجالات وفي كل المحافل. سبورتينج وميداليات المركز الثاني وأداء رائع من نجمات سبورتينج، حتى آخر دقيقة أو آخر لحظة كان ند قوي للاعبات الأهلي، ودائما وأبدا مباراة الأهلي وسبورتينج تحظى بالندية وتحظى بالقوة وإدارة فنية عالية من الكابتن محمد محروس. والمبروك المركز الثاني، ومداعبة ما بين هاجر ودكتور مجدي أبو فريخة. كابتن جانيت مدير الإداري للفريق، والكابتن محمد محروس، ويتلقى التحية من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ولحظات ويستعد أو تستعد ملكات السلة ملكات النادي الأهلي لاستلام ميداليات المركز الأول. بيتقدم للتسليم المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ومعاه كابتن عمرو مصلحي نائب رئيس النادي، وزي ما حضرتك شايفين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن جرحي وكابتن طارق أنديل وكابتن محمد سراج.